السلام عليكم حباباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، تكونوا ملاح. نهار تاع اليوم راني حندير معاكم روتين يعني طويله تاع عشاء. انا هنا حندير معاكم دجاج سطيحة بالزيتون. هذا الدجاج راه متبل، يعني شوفوا انا صبت واجد، تبلته من قبل، صبت واجد. معليش ديروا الثوم، الملح، الكمون والزيت وقلوه وشويه تاع العكري. غطيته انا، خليته يتقلى وجست للبوراك. البوراك هنا درت يعني لافارس، حطيت كميه تاع البصل، خليتها تتقلى يعني مليح. نخلي يعني هذاك البوراك يتقلى بالعقل بالعقل، قلت لكم البوراك يتقلى عفوا للبصل يتقلى للبوراك. نقليه يعني هكا بالملح شويه فلفل كحل ونخليه حتى يذبل مليح. نقعد يعني نقلب فيه، نقصلو على النار باش يذوب ويحبط، ومنين ذاك يعني نروح ونقلبو، نروح ليه نقلبو هكذا. وهنا جست باش ندير كريمة تاع الجبن. دوك نقول لكم واش راني رايحة ندير بيها. عندي كاس تاع الحليب، عندي معاه مغرف تاع نشا، عندي مغرف تاع ماكله تاع زبده. هذه نشا الزبده اللي حطيتها، كاس تاع الحليب. هنا نبقاو نحركو فيهم بالعقل يعني حتى يذوبوا، تذوب هذيك الزبده ويعني تبدا تعقد لنا هذا لاصوص. كما قلت لكم كريمه الجبن، والبصل توجور راه يتقلى هاكو، تشوفوا يدمن يدمن، يعني هذا هو رمضان، ربي برك يقدرنا. هاكا نبقاو نحركو فيها حتى نشوفوها بلي ذابت هذيك الزبده وبدات تعقد منشا. راحين نحطو عليها زوج حبيبات تاع الفرماج، هذاك الفرماج يمد لنا بنه، اذا عندكم كثر يعني زيدوا. البصل هذاك ثاني ما ننساوهش، يعني عيننا من وعين من. هكذا نبقاو نحركو فيها، دوك تجمد هذيك المغرف تاع النشا، يعني رايحه تجمد. هاد الكريمه صدقوني تجي بزاف بنينه. اذا كان عندكم كشكغاتا ولا عندكم حاجه ما كثر، دوبلوا المقادير ضاعفوهم، ديروا يعني زوج كيسان حليب، ديروا زوج مغارف تاع الزبده، زوج مغارف تاع النشا، يعني تعطيكم كونتيتي كبيره. انا درت غير قيس حاجه صغيره حاجه قليله، دوك نقول لكم واش درت بيها. هنايا بدات تعقد خلاص، شوفوا يجمدت. رايحه نزيد لها يعني الفرماج، زوج حبيبات تاع الفرماج، هذه الاولى. حركوها هنا خلاص، طفيت للنار يعني غير جمدت، طفيت للنار. نزيد هذاك الفرماج اللي نحرك فيه يعني غير مع السخانه يذوب. بلا بقى لي هذوك القطع الصغار معليش زدت شويه تاع الملح، شويه تاع الفلفل الكحل، ما تكثروش الملح، هي كميه قليله، وزيد فيها الفرماج يعني استحفظوا. البصل تاعنا ستو ذبال، زدت له كميه تاع لافيون داشي، وانتم ديروا يعني كيما تحبوا، تحبوا ديروا شويه تاع الدجاج، معليش ديروا ستر تاع الدجاج مقطع ولا رحوه ولا، وديروه. رايحه ان شاء الله نشارك معكم بزاف انواع تاع البوراك بحشوه مختلفه اقتصاديه. هكذا نحركوه يعني ونخلوه يذوب. وهنايا جست باش ندير هذاك الكغاتا. هذا الكغاتا واش فيه؟ هذا يعني البارح كيما فصلت لي شويه بطاطا مقليه، شويه هذيك لوبيا مشطو اللي درتها معاكم، شويه تاع الدجاج هنا شديتو فتتو كيما راكم تشوفوا، فتت هذاك الدجاج باش يمد لي بنه، يعني غير حاجه قليله. بقات لي البطاطا انا، بقات لي شويه تاع لوبيا مشطو. عارفين النهار الاولاني نذوق وبرك يعني الصيام يكون واعر نهار الاول، صح نقولوا الحمد لله على كل حال. شوفوا حبط كامل انا واش بقى لي، يعني مول صغير برك. نضيف عليه هذيك الكريمه من الفوق. بهذه الطريقه تعطيكم فكره يعني ما ترموش الماكله اللي تبقى، عمرنا ما نرمو حاجه، نعمه ربي يعني. وكل خطره راح نشارك معاكم طريقه كيفاش نعاودوا يعني الماكله كي تكون عندنا، كيفاش نعاودوا نديروها. كل خطره حندير معاكم طريقه، هذه الطريقه الاولانيه، وان شاء الله مع الايامات ندير لكم طرق واحد اخرين. هنا نزيد لها شويه فرماج من الفوق، نمشي كامل هذيك الكريمه باش تغطي لي. نزغد هكا البلا تاع الفوق باش تدخل هذيك الكريمه لداخل، وندير هنايا شويه فرماج.
على بالكم فرماجي مدبن نار الكغاطة، معليش لي عندها الجبن الابيض تقدر دير شوية شوية من فوق. انا غطيت هنا الوجه كامل تاع الفرماج، عفوا الوجه تاع الكغاطة غطيته بالفرماج، سمحوا لي. وجست باش ندير شلاضة. انا هنا حطيت زوج طبيسيات، انا شلاضة ما قطعهاش بالموس باش ما تكحاش، نقطعها غير هكا بيدي بهذه الطريقة. انا الشلاضة ما نحبهاش بزاف تقيلة في رمضان، يعني ما نحبش تكون فيها هذيك المايونيز والصوالح هذوك بزاف، نحب الشلاضة تكون خفيفة، يعني كي تاكليها تجي خفيفة على المعدة. انا يعني نحكي على طريقتي وانتوما كل وحدة وطريقتها. هنا حطينا الطوماطيش من الفوق. انا هنا درت زوج انواع تاع الزيتون، درت الزيتون فيولي ودرت الزيتون الكحل. انا ناكل الكحل مع ولادي وراجلي ياكل زيتون الفيولي. هنايا جست باش نعمر هذيك وسبو البوراك. هنايا انا على بالكم لافارس ما نزيدلهاش المعدنوس حتى نطفي عليها، هاكا اخواتاتي ما نزيدش المعدنوس حتى نطفي على لافارس باش تعطيني بنه ويقعد هذاك البنه تاع المعدنوس. هنا غلقت البوراك عادي كيما مالفين كامل نديروا البوراك هكذا بهذه الطريقة. فخصيتهم كامل يعني بنفس الطريقة. البورك على بالكم تجوغ ديول عندهم جهة هذيك الحرشة وجهة الرطبة، نتوما ديروا الجهة الحرشة للداخل والرطبة لبرا باش يعطيكم يعني البورك يتقلوه يكون ليس. هذه ثاني زدت فخصيتها بهكذا هاي، وجست باش نقليه. عاودت وليت لهذاك الدجاج تضحى، يعني درتو شويه تاع الطوماطيش مصبره، حبيبات تاع الزيتون نحيت لهم الملح دو فوا ولا تخوا فوا وغطيته وخليته يزيد يتجمر مليح. وجست باش نقلي البوراك، حطيت يعني البوراك عادي يتقلى هكذا. اقلوا البوراك على نار قليله، ما تزربوش يعني في النار باش يطيب لكم الداخل وما يطرى لكمش من بعد، يعني اذا وسيتوه قليتوه بالزربه طيب غير القشره الفوقانيه والداخل يقعد. وجست للجوي تاع القارص، انا راجلي في رمضان مهبل والقارص صراحه ما نشربوش بزاف الغازوز غير الا كان عندنا نظيف. انا عندي كاس نديرو فيه ريتلا ونص، هذا مركز الليمون اللي جراه في القناه درته معاكم. سخنت كميه تاع الحميس درتها هنايا، انا الحميس نزيد له شويه تاع زيت الزيتون باش يخلي لي توجو هذيك البنه تاع زيت الزيتون. وموراها يعني جست للحم الحلو، انا كيما شتوني طيبت معكم طاجين الحلو كميه شويه كبيره، اشاك فوا نسخنها بالعقل ونسقيه نحطو يعني هكا. انا عندي هاد الطويجنات الصغار، واحد ديجا هذاك لي منه الاحمر راهو تفرم لي شويه، ما باش غسلته وطاح ولا ما جبتلوش الخبر، تفرم لي شويه مع الطرف. هذا كوكو ايفيلي محمص يمد بنه، جربوه وشوفوا هنا. يعني انا حطيت لهذاك البوراك يستقطر في الكسكس واقف، شحال نحالي الزيت، شفتوا شحال خرج لي الزيت. هنا درته في طبيسي يعني باش نحطوه على الطابله. وهنا كانت الطابله تاعي وجدت، سخنت الشوربه راكو تعرفوا هذه كذاك دجاج تاع الزيتون، يعني الشوربه سخنتها، الحميس هذاك الكغاتان هاولي دوك نشاركو معاكم، الشلاضه هاولي كلش كان قدامكم. نعمة ربي الحمد لله على نعمتو، كلينا واش كتب ربي. هذو حبيبات تاع التمر باش نكسروا الصيام. انا اخواتاتي هذه هي الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، قولوا لي في التعليقات اذا تحبوا تشوفوا روتين تاع كل يوم يعني طابله تاع كل يوم، ولا تحبوا تشوفوا وصفات يعني هكا وصفه نخصصها، خلوا لي رايكم في التعليقات. انا نقول لكم ان شاء الله نتلاقى بكم في فيديو واحد اخر، ما تنساوش باش تجربوا هذه الوصفات. صحه فطوركم، صحه سحوركم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى.